مشاهدينا الكرام، قناة الحياة الجزائرية تكمل وتواصل رصد ونقل آراء المواطنين الجزائريين هنا من ساحة أول ماي. سننقل لكم آراء الشعب الجزائري في سابع جمعة من الحراك الشعبي، هذا الحراك الذي حقق مطالب عدة إلى استقالة رئيس الجمهورية وتقديم رسالته الأخيرة اعتذر فيها للشعب الجزائري اعتذارا رسميا. مشاهدينا الكرام، سننقل لكم الآن وسنرصد أهم مطالب الشعب الجزائري مع المواطنين الجزائريين. بسم اليوم في الجمعة السابعة من هذا الحراك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد ربي ونشكره كيعطينا القوة يعطينا الصحة في كل. نشكر كذلك كل الجزائريين تاعنا اللي راهم هنا اللي راهم في الخارج، نشكرهم بالبزاف. ونزيد نشكر كذلك الفرقة الشعب الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وتحية الجزائر والله يرحم الشهداء وتحية الجزائر. السلام عليكم. هذا مطالب اليوم الشعب الجزائري في سابع جمعة بعد تحقيق المطالب الاخرى بما فيها استقاله رئيس الجمهوريه اليوم اسقطت. احنا جينا باش نحو العصابه خويا، هذا ما كان الرئيس بوتفليقه نحبوه، راهو في قلبنا يخدم، هو جاب بنيته باش يخدم، هما خدعوه، هما العصابه هذه خدعاته، هو جاب النيه تاعو باش يخدم وما خدعوه الله غالب، هو رانا مسامحينه هما ما سامحوهمش دنيا واخره. السلام عليكم. يدوقوا لهم كاع الحبس ان شاء الله، باش كيما داقوا الشعب تاع الجزائري كاع ان شاء الله. حدات بلي في الحبس برك هذا. في الحبس في الحبس. السلام عليكم خويا، حابين نشوفوا المحاكمة احنا ديريكت اون ديريكت، الشعب كاع يشوفها، يوروها لنا ديريكتومون، ماشي يخبيهم باك يقولوا لنا حكمناهم ورا درنا لهم ودرنا، وروهم لنا في التلفازة، لازم الشعب كاع يشوف بلا ما يحكموا فيهم. ونحبوك يا رئيس القيادة، نحبوك ترجع لنا حقنا، حق ولادنا وحق الشعب كاع ترجعوا، فهمت؟ رانا تاكلين وعلى ربي سبحانه، رجع لنا حقنا حقنا، خلاص عيينا وعيينا وعيينا بركات الموس الحق للرقبه. ليبيري لارجيري، ليبيري لارجيري، ليبيري لارجيري، صحيح. هذاك الحاج يهضر معاه. السلام عليكم. على كل حال انا نوجه نداء لهذو اللي راهم مازالوا شادين السلطه، قل لهم الى عندكم ذره اخلاق احترموا هذا الناس هذو اللي راهم كل مره يخرجوا، اخطيوهم وخليوا البلاد هذه كش ما نخدموا فيها ترقى شويه. من فضلكم رجاء روحوا ومدوا الكاشين اهله وخلاص، هذا مكان. ثانيا الشعب مع الجيش يد واحده، هذه اللي نقولوها ثانيا. وماذا بينا ان شاء الله يا رب العالمين تبقى سلميه وما يدخلوناش الاجانب في هذه البلاد هذه. والسلام عليكم. نطالبوا من الشعب يروح سلمي سلمي وما يدخلوش ولاد الحرام في وسطكم،
وبارك الله فيكم. سلمية سلمية إن شاء الله، وبارك الله فيكم. كلنا من آدم وآدم من تراب، رانا كاع خوا خوا الجيش والشعب. إن شاء الله نطلبوا التغيير وإن شاء الله ربي يهديهم. وبارك الله فيكم، وتحية قناة الحياة اللي راهي قايمة بهذا الحراك. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب الجزائري كل موحد، راه موحد، راه موحد بالقبائل، بالشاوية، بالعرب، بالمسلمين، بالإسلاميين، بالديمقراطيين، باللايكيين. رانا مرقي لكم، روحوا علينا كاع. وماذا بين الحركة هذه تروح سكوتية حتى تطيحوا كامل. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما شفناش الشعب تاعنا هكذا موحد من 62 من نهار جبنا الاستقلال، ومن هذاك النهار اغتصبوا لنا الحكم، اغتصبوا لنا البلاد. بربي ان شاء الله راح نسترجعوا بلادنا ونسترجعوها لينا ولولادنا ولوالدينا ان شاء الله. حقوهمش، حنا تحقوهمش، كلاونا كلاونا وحطموا لنا ولادنا ياك. الحمد لله وبان الحق، وبان الحق. الشعب هذا عنده مطلب واحد وبسيط، هو تغيير النظام عن جذوره. الحمد لله الاستقالة تاع الرئيس كانت، كان علينا عنها، نطلبوا بالاعضاء اللي مازالوا يتنازلوا يدفعوا الاستقالة تاعهم. والمطلب الشعب تاع الشعب واضح، تغيير جذري. تلاحوا كاع خاطر الشعب راهو ضايع. خرجنا على ضد المنافقين، سراقين، الخداعين، لعبونا برجلينا ولعبوا بالشباب، لعبوا بالدين، لعبونا بينا كيما حبوا. صفقنا وغنينا عليهم، نهار ثاني خدعونا، خدعوا الشباب. وخرجنا اليوم على هذا الشباب، ان شاء الله ربي يحميه وربي يحفظه وربي ينصره، ان شاء الله ينصر الجيش ان شاء الله. يا وليدي خرجنا على جال هذا الشعب هذايا، كلونا البلاد، كلونا اللسان، كل يقرا كل ما قراش، كل الشعب الجزائر، كل لين كامل. حبينا ان شاء الله يروحوا كامل، ماشي واحد ماشي زوج، يروحوا كامل، يروحوا كاع ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله كامل يروحوا، ان شاء الله يروحوا. ونكملها لك بصغريتها، نكملها لك بصغريتها. يا كاع يروحوا كاع. رئيس الاركان هكذا، حنايا لجان تاع الجزائر ورانا معاكم، ولا راك ولا يا قايد صالح، ولا راك من نيتك صح تخدم البلاد. حنا شباب 40 مليون، رانا معاك. حنا شعب جزائري مسالم، نطلب السلم، ولكن نريد ان نغير بالسلم، لكن هذا التغيير يجب ان يكون شامل. احنا يا الشعب هو الدستور اولا، الشعب هو الدستور والشعب هو اللي يحكم. ما دام الشعب حب حياه كريمه مثل قناه الحياه، احنا رانا مع الشعب وقاعدين مع الشعب سلميه سلميه الى غايه نربحوا القضيه هذه اولا. ثانيا لازم الحكومه تاع بدوي تروح. كيفاش درتوا؟ شكون اللي داركم؟ اولا شكون اللي داركم؟ احنا نقولوا باللي كاع تروحوا، شكون اللي دارك؟ شكون اللي دارك يا بدوي؟ هذو الوزاره اللي داروهم من نصهم تاع لفلان ولا راندي، لازم يروحوا كاع. بصرف التعبير يعني، اذا نضر ينظر اتجاه المعقول، واذا تكلم ينطق منطق عقلاني، يعني يكون صارم وجاد. نتمنى يعني المسؤولين ياخذوا هذا الشعب بعين الاعتبار. لا مجال، ما كانش من هروب، رجوع لاصل فضيله. الشعب كلمته دار القرار صاي سي تلميذ. نقولوا شو هذا الابرار ما يقبلوش العار، ويواصل المشوار حتى الانتصار، النصر والمجد والخلود لشهداء الابرار. وتحيا الجزائر حره مستقله، ويحيا الوطن. خوتنا 20 سنه حنايا، 20 سنه هي 400,000، هي 400,000 ما عندنا ما نديروا بها. حنا واش نقولوا؟ نقولوا لازم يرحلوا كامل، يرحلوا كامل.